مرحبا أطفال الروضة الثانية مع المشروع الخامس الكرنفال، شريط تعليمي في المجال العلمي علوم. درسنا اليوم الألعاب التي تعمل على البطارية. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. التعليمة: حوط ما هو بحاجة إلى بطارية لكي يعمل. أحسنتم، الجيتار يعمل على البطارية، الطائرة تعمل على البطارية، الرجل الآلي يعمل على البطارية، والسيارة تعمل على البطارية. والآن جاء دوركم أحبائي الصغار، نفذوا البطاقة. عملا موفقا وإلى اللقاء.